شنو أبرز الإجراءات اللي اتخذتوها مع الزائر؟ والله أبرز الإجراءات حالياً تعرفون إحنا جائحة كورونا، قدرنا بعد توجيه من السيد الأمين بإنشاء مختبر يعنى بمادة الفارغون أس. هذه المادة حالياً اللي يستوردوها من الصين، مادة تقضي على 500 نوع من الفيروسات والطفيليات. قدرنا الحمد لله أنه ندخل مرحلة الاكتفاء الذاتي، وحالياً توجيه من السيد الأمين أنه أطلقناها للسوق بسعر مدعوم جداً لسلامة المواطنين، إضافة للصحة للأغذية للنواحي اللي موجودة بمحيط النجف الأشرف. طيب والزائر اللي يدخل؟ الزائر اللي يدخل احنا اخذنا عدة امور احتياطية، منها البوابات الخارجية سوينا بها منظومات تحفير بمادة الفارغون، ومنها استحدثنا جهاز من ضمن السيستم مال الاجهزة اللي موجود عندنا حاليا اللي هو امام حضراتكم. طبعا هذا الجهاز الاول من نوعه بالعراق. هذا الجهاز عمله 2 في 1، يشتغل بادئ الامر. لنفرض نفسي انا زائر، من يجيني يدخل ادخل عليه يقيس لي درجة حرارتي، طبعا من اخذ ايدي هنا انطاني اليوم درجة حرارتي، طبعا انا استحميت ايدي، شنو السبب؟ هنا منعني درجة حرارتي فوق 38، قال لي انه ما مسموح لك تدخل، اذا اجيت الساخ 36 ما عندي مشكلة. هنا انا سويت المرحلة الأولى، اطمئنيت انه الزائر الكريم من اجاني ما مصعب. اجي للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي احنا نعاني من عندها شنو؟ الموجودين حاليا مصاب واحد وتلقى لك 20-30 شخص ملامس، احنا مشكلتنا الملامسه، فنريد نتجاوز هاي المرحله. ايش حولنا على التفتيش الالكتروني، المنتسب مالتنا يتوقف يوجه الزائر يدخل ينفحص الكتروني من اعلى الراس لاسفل القدم. طبعا على سبيل الفرض انا افرض نفسي زائر، طبعا انا حاليا شايل مواد يعتبرها الجهاز ممنوعه من ادخل عليه، طبعا اذا تنتبه نبه قال عندك هنا اشياء ممنوعه. اذا نريد ندخل السائر لنفرض انا السائر المفروض انه انعاد، المنتسب مالتي ما محتاج انه يلامس، طبعا ذب سويتش ذب موبايلك اذا موجود ادخل على التفتيش. قال لك عند هنا اكو شيء، ارجع ارجع نظف نفسك، ما يحتاج انه انا اوصل يمه بعد والامسه واتكلم وياه وكذا، يعني هنا ما يحتاج اي نهائيا، يعني هسه شوف نظف نفسه ادخل على التفتيش طبيعي. قال لي هذا بعد نظيف، مجرد اشكرك اخذ اغراضك توكل بالله. اي هذه مهمه جدا مهمة. هذا راح تسووها بكل البوابات؟ احنا حاليا توجيه السيد الامين والاداره العامه للعتبه العلويه وجهوا انه بكل مدخل بالعتبة العلوية لازم ينزرع 3 أجهزة مبدئيا من هذا الجهاز. نقضي على مرحلة الملامسة.